ربي سألتك أن تكون خواتمي. أعمال خير في رضاك إلهي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم، ودائما أخذكم معي ضمن هذه الجولة وضمن هذه النفحات العطرة ممن استجاب الله لهم. نسأل الله أن تكونوا منهم وأن أكون منهم. إن من الذين استجاب الله لهم هم الذين يتصفون بصفة العدل الخاصة إذا كانوا في مواقع مسؤولية صغرت أم كبرت، سواء مع العمال أو موظفيهم أو مع الجمهور الذي يتعاملون معه. أنت بتكون صدق في المعاملة، صدق في الوثيقة، فأنت تكون أقرب الله تعالى. إن صفة العدل من صفة الله تعالى، الله هو العادل، فبالتالي أنت تتجه لأن تتحلى بصفة من صفة الله تعالى، ويحب الله هذه الصفة أن تكون عادلا ما بين الناس. من الذين اتصفوا بهذا العدل فاستجاب الله لهم عمر بن عبد العزيز، الذي بعض المؤرخين حتى أطلق عليه اسم الخليفة الخامس، يعني لأنه لماذا حكم بعد فترة فأعاد المظلومية وأعاد الأموال التي كانت منهوبة ممن حكموا قبله، ورد المظالم إلى أهلها، وأقام حقيقة دولة إسلامية، حتى أنه أصبح يؤتى بمال المسلمين من بيت مال المسلمين بالمال، فيوزع من له، يعني من عنده دين أقضي لا يوجد، من يريد أن يتزوج لا يوجد، يعني لماذا؟ عمى العدل. وكانت فترة ازدهار كبيرة جدا في زمن عمر ابن عبد العزيز، رغم أن عمر عبد العزيز كان يعيش زاهدا وفقيرا وبسيطا، حتى أنه يعني بعض الروايات تقول أنه عندما كان يأتي له ضيف في أمور خاصة كان يطفئ السراج، فيسأل لماذا يعني يا أمير المؤمنين؟ كان يقول لأن المصلحة خاصة فأخشى أن يحاسبنا الله عليها، يعني حتى أن الفانوس هذا شوية الزيت هذه التي ستوقد من أجل إشعال هذه الشمعة أو هذه الفتيل يعني يكون حرام في حرام. وعندما كانت يعني حتى ما أنه ذات مرة رأى تفاحة يعني وغضب، ويعني فكان أهلي يشتهون الأمور الكثيرة، حتى أن زوجته ذات مرة يعني كانت تقول تقارنه، يعني انظر إليك وانظر إلى مثلا أولاد عبد الملك مثلا في زاوية أخرى كيف يعيشون، فكان يدعو يعني يقول لها اللهم يعني دائما قربنا من الحلال وأن نكون من أصحاب الحلال والعدل وأن نكون من الجنة، أما أولادي فلهم الله، يعني أسأل الله أن يرزقهم في الدنيا. وبالفعل يعني كانت حياة الزهد هذه غالبة على حياة عمر بن العزيز، حتى أنه كان يعني يبات جائعا، ينام على فراش يعني لباسه خشين، فراشه قليل يعني قريب بالأرض، حتى أنه يعني كان الكثير من يلومه ويعاتبه، حتى أن البعض كان يقول له يعني يا أمير المؤمنين يعني نأذن لك من بيت مع المسلمين، يعني كان البعض يقول لهم يعني ممن حوله وبعض المستشارين نأذن لك يعني حتى تعيش يعني تنتقل، يعني مثل حال بعض الملوك في أو الذين حكموا من بني أمية في تلك الحقبة، يعني قصور ومال وخدم وحشم وغير ذلك، أما أنت يعني تعيش حياة بسيطة. فقال يعني أنا تجارتي مع الله تعالى يعني هكذا أريد، فكان عندما يدعو الله يستجيب الله له لأنه إمام عادل قريب من الناس قريب من الله تعالى، لا يقبل الحرام ولا يقبل الظلم، بدليل أنه رد المظلومية وكل الأموال التي كانت في الدولة الأموية أنذاك لأصحابها، وامتلأ بيت مال المسلمين. شوف تعوض الله لما تكون صادق مع الله وأن تتحرى الحلال والعدل، يعني فتعوض فامتلأ بيت مال المسلمين حتى لم يجدوا لمن يعني يضع الطعام، حتى أنهم في وقته نثروا الحبوب وبعض القمح والشعير نثروه على الجبال حتى تأكل الطير، يعني حتى الطير والسباع كان السبع يأتي إلى الشاة لا يأكلها لأنه شبع، هذا من كثر العدل الذي انتشر في تلك الدولة في هذه الحقبة من عمر بن عبد العزيز. وكان زوجته تعاتبه على من أجل أولاده، فكان يدعو لأولاده ويقول له. فلما مات توفي عمر بن عبد العزيز خلف 10 أولاد ولم يخلف دينارا ولا درهما يعني، ولكن عوضهم الله فأصبح أولاد عمر بن عبد العزيز من أغنى الأغنياء، في حين أن سليمان بن عبد الملك كان لما مات ترك 100,000 يعني مليون درهم أو ليرة ذهبية لكل ولد من أولاده، وما رأهم الناس إلا فقراء. فعندما تكون عادلا فكن عادلا مع نفسك مع الله مع الناس الذين تكون تحت مسؤوليتك، كلما كنت عادلا فيستجيب الله لدعوتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.